فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: لقد استعملت في شهر رمضان حبوبا لقطع العادة الشهرية من أجل أن أصوم الشهر كاملا، وفي بعض أيام العادة كان يخرج تقول منها إفرازات وكدرة وليست مثل دم الحيض. سؤالها: هل يجب عليها قضاء هذه الأيام؟ نعم، اليوم اللي حصل فيه كدرة أو صهرة تقضيه، لأن هذا حيض متقطع بسبب الحبوب التي أخذتها. نعم.